بسم الله الرحمن الرحيم. ده هولدر 4 في 1، عربية ومكتب وتابلو وإزاز. طيب هنبص عليه كده، برضه بيجي في التغليف الممتاز بتاعه ده بتاع ريماكس الأصلي. أهو الكيس أهو، نشوف هنا الكيو آر بتاع ريماكس. ده منزل الـ4 استخدامات. هنا بيقول ان هو على طابلو العربية اللي هو الجلد، تمام، بيشتغل بالمنظر ده. هنا بيبقى على المكتب عادي، هنا على الإزاز، هنا على طابلو العربية اللي هو البلاستيك. يعني هو بيشتغل على كل الأنواع الطابلوهات. طيب هنا هو بيقول ان هو مع ضمان 6 شهور من ريماكس، بس مفيش حاجة تاني. ده شكله، هما مسمينه ترانسفورمر كار اند ديسكتوب هولدر. استخداماته كبيرة جدا جدا جدا. الهولدر ده ممتاز على فكرة يا جماعة، ده يعني لدرجة ان حطه على المكتب، يعني حطه على المكتب، حطه على التليفون، حاجة محترمة جدا بصراحة. تعالى نفك واحد كده، نبص عليه. بيبقوا رخم شوية، بيبقوا برشمين برشمة صعبة شوية. هادي اتفك اهو، ده منظره. بيجي مع طبعا الكيو سي بتاع ريماكس زي ما اتعودنا الأصلي. المنظر بتاع الجهاز اهو، بص كده كده اهو، بيتحرك كده، بيتحرك عشان ياخد أي مساحة جهاز. عايز تثبته كده اهو، عايز تحركه اهو كده. هنا الدراع ده برضو اهو اهو، الحتت دي كلها جلد. كاوتش 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 عشان تحافظ على التليفون. هنا ممكن تفك ده اهو وتزوده الارتفاع اللي انت عايزه. ده الاتجاه طبعا اللي بيتحرك 360 في اي اتجاه معاك. ده منظر الدراع برضو، بيتحرك في كل الزوايا اهو، يعني لو يوطى هنا برضو بتعلي ده كده، انت عايز تطوله اهو بيطول، يرجع يطول ماشي. ده الشافت بتاعه شغال بالساكشن، بيعمل تفريغ. ده من اقوى الهولدرات اللي احنا اشتغلنا فيها بامانه، يعني قوي جدا. وادي برضو ده كده، لو انت عايز برضو تخلي الموضوع سهل شويه، وبعد كده تربط كل حاجه ممكن تتحكم فيها في الهولدر ده. بيركب كده اهو بالمنظر ده. ده سعره 199 جنيه، موجود على الموقع وموجود ان شاء الله على الصفحه. شكرا.